أنظار تتجه إلى مطار تونس قرطاج الدولي من خلال مشروع مهم جدا، حيث ترأست وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل اليوم جلسة عمل بحضور رئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات وعدد من مسؤولي الوزارة والديوان، خصصت لضبط روزنامة لعملية تجسيم مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي في أقرب الأجل. وأوصت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل بالتسريع في الانطلاق في الدراسات المستوجبة لإنجاز مختلف مكونات هذا المشروع المهيكل، خاصة منها المتعلقة بالجوانب التنظيمية والتمويلية والفنية، وتحديدا ذات الصلة بالبنية التحتية، والتي ستفضي إلى تحديد الأجل للانطلاق في أشغال مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الرامي إلى الترفيع في طاقة الاستيعاب تماشيا مع تنامي مؤشرات الحركة الجوية وتحسين مردودية المطار والارتقاء بجودة خدماته ومواكبة التكنولوجيات الحديثة المعتمدة في مجال الطيران المدني. يذكر أنه زاد إشارة شيرول أنه رئيس الجمهورية كان استدعى أمس وزيرة التجهيز والمكلفة بتسيير وزارة النقل وتحدث معه لقطاع النقل وكيفية النهوض به. من جانب آخر، شددت الوزيرة في هذه الجلسة على أهمية العمل على مزيد تحسين الجاهزية العملياتية بمختلف المرافق التابعة لمطار تونس قرطاج الدولي وإزداء خدمات لائقة بالمسافرين وبكافة المتعاملين مع هذا المرفق، وذكرت بأن المطار يبقى الواجهة الأمامية التي تعكس صورة بلادنا، بما يستوجب بذل جهود متواصلة في العناية بعنصري النظافة والجمالية سواء بمكوناته الداخلية أو بمحيطه الخارجي، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة والتحلي باليقظة لتفادي كل ما من شأنه أن يمس من سمعته. كما دعت الوزيرة إلى مزيد العمل على حسن استغلال الفضاءات بمطار تونس قرطاج الدولي وأحكام التصرف فيها بما يسهم في إضفاء مزيد من النجاعة على نشاطها، في انتظار تجسيم مشروع التوسعة المتعلقة بالمطار الدولي تونس قرطاج. رئيس الجمهورية قيس سعيد يسند وسام الاستحقاق بعنوان التربية والتعليم، حيث أسند رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم وسام الاستحقاق بعنوان التربية والتعليم في صنفيه الثالث والرابع إلى عدد من الأساتذة والإداريين بالمؤسسات الجامعية والتربوية، وذلك اعترافا بإسهاماتهم في إعلاء شأن العلم والمعرفة في البلاد وتكريما لهم على ما بذلوه من مجهودات على امتداد مسيرتهم العلمية والمهنية وعملا بمجلة الأوسمة وقالت يعني الأوسمة إلى عدد من الشخصيات. صنف الثالث من وسام الاستحقاق بعنوان التربية والتعليم أحمد السليمي مدير عام الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، فتحي محمد مدير عام التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية، نيلة شعبان عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وعدة أسماء أخرى كما أحمد بشيخ العربي، كما أحلم الدخلاوي الشاطر، علي البقلوتي، حاتم المسيكني، الصنف الرابع من هذا الوسام راضية بن إسماعيل، أحمد بن جيمة، مصطفى الذيبي، وطاهر بن محمد. إثر إطلاق أعيرة نارية في معركة بحث تحقيقي ضد 7 أشخاص في مساكن، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 اليوم فتح بحث تحقيقي ضد 7 أشخاص من ضمنهم 2 بحالة احتفاظ، وضد كل من عسى أنه يكشف عنه البحث، وذلك من أجل جملة من التهم وهي محاولة القتل العمد والإضرار عمدا بملك الغير وحمل ومسك سلاح ناري دون رخصة وإعانة شخص على الفرار من تفتيش السلطة والتعاطي على موظف عمومي، حسب إفادة الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف. تعود تفاصيل الواقعة
حسب الشريفي لتاريخ 13 أوت الحالي، إثر نشوب معركة بين شخصين بمنطقة مساكن وقع خلالها إطلاق أعيرة نارية عبر بندقية صيد من قبل واحد فيهم أصابت منزل الطرف الثاني. حالة فزع في تونس بسبب عافانا وعافاكم الله داء الكلب. نظرا لتسجيل أرقام مفزعة، 9 حالات وفاة بداء الكلب، رقم لم نصله سابقا. هذا ما أكدته الدكتورة كوثر حربيش منسقة البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب حشاكم. اليوم قالت أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة بداء الكلب، رقم ما وصلت لوش تونس قبل. قالت الحربيش في تصريح لها اليوم أنه تم دق ناقوس الخطر منذ سنة 2021، حيث سجلت المصالح الطبية حالة وفاة بداء الكلب سنة 2020 و5 حالات في 2021 و2000 بينهم، معنى بين 21 و22 5 حالات، 2020 حالة واحدة، 2021 22 5 حالات، ثم سجلنا 6 حالات سنة 2023، وهذا ما يعني أنه الوضع خطير حسب تصريح الدكتورة. وضحت أنه داء الكلب ينتقل عبر الثدييات حتى قبل ظهور علامات المرض عليها، مثلا حشاك كلب، قط، بقرة، حمار إلى غير ذلك، عن طريق العض أو الخبش أو لحس جرح دون اتباع البروتوكول الصحي اللازم. وأشارت إلى أنه الحل الأولي يتمثل في غسل المكان المصاب بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة كاملة، وأنت تغسل وتفرك في البلاصة هذيك، ثم التوجه إلى المركز الصحي، أقرب مركز يعني صحي بحذك. ودعت منسقة البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب المواطنين إلى عدم الاقتراب من القطط والكلاب السائبة أو إطعامها، وذلك تجنبا للعدوى. وقالت أن العامل البيئي وكثرة الفضلات أدى وجوبا إلى كثرة الكلاب السائبة في المناطق السكنية. من جهتها زادة دكتورة قبل ما نمشي للدكتورة، زادة نلقاو اليوم وزارة الصحة والداخلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ادعاوا في بلاغ مشترك، كلهم هبطوا بلاغ واحد حول التصدي لداء الكلب، ادعاوا المواطنين للتقيد بجملة من الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وحياتهم من خطر هذا الداء الذي أودى بحياة 9 أشخاص إلى حد الآن. الوزارات الثلاثة شدوا على ضرورة غسل مكان الإصابة بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة في حال تعرض مواطن لحالة عض أو خدش من قبل أي حيوان ملقح كان أو لا، ثم التوجه مباشرة إلى أقرب مركز للصحة العمومية لتلقي العلاج الوقائي من لقاحات وأمصال لافتة. إلى أنه السبب الرئيسي لحالات الوفاة لدى الإنسان بداء الكلب إلى التعرض إلى اعتداء من قبل حيوان عادة ما يكون سائب دون تلقي العلاج الوقائي أو عدم تلقيه في الوقت المناسب أو الانقطاع عنه أيضاً.